قررت غادر لبنان لأنه ما بقى في أمان، ما في أمان على أولادي. أولادي صار عندهم تروما من المشاكل اللي عم بتصير بلبنان، من الأصوات اللي عم بيسمعوها، من الانفجار اللي صار، من الطيرانات اللي بنسمعها. وكانوا الحوافز كتير كبيرة بعد الأزمة الاقتصادية بأوروبا، شجعت اللبنانيين إنه يجوا لهون يستثمروا ويشتروا بيوت. ما تنسى القرب الجغرافي كمان كتير بيلعب دور مهم. قررت هذا لبنان لأنه ما بقى في أمان. أنا وجع كتير كبير. أول شيء لأنه ترك بلدي وترك أهلي كلهم هنيك، أنا ما عندي حدا هون. بس مجبورة لأنه بدي خلي أولادي يربوا بيعزوا كرامة. من 75 لهلا أبرف هي الملاذ الآمن للبنانيين. أبرف تستفيد كل مرة من الأزمات بلبنان، كل ما صار حرب، كل ما صار أزمة، أبرف تستفيد اللبنانية. هاي خطوة وقرار كتير سريع أخذتها، بس إن شاء الله بنجح فيها. وبتخيل الأمان اللي موجود بأبرس والطريقة اللي بدنا نعيش فيها هونيك رح تكون نفسياً مهمة للأولاد.